مساء الخير مشاهدينا الكرام، ويا هلا ويا مرحبا فيكم معنا في هذه الحلقة الجديدة المتجددة دائما من خلال برنامجكم الأسبوعي دونية الشعراء والأخوة الشعراء الزملاء المشاركين في هذه الحلقة إضافة إلى مواد برامجنا. تابعونا. مساكم الله بالخير. حياكم الله. حياكم الله معنا في هذه الحلقة. تحيا وتبقى محمد. ما شاء الله أنتم عندكم مخزون من الشعر، وكل واحد ما شاء الله شاعر وعنده مثل ما يقولون كثير من المواد الشعرية. فنبدأ في القصيدة الوطنية، لأن القصيدة الوطنية تكون بداية البرنامج. أبو هاني حياك الله جهيمان. يبارك فيك. الله يسلمك. نسمع طال عمرك قصيدتك الوطنية. يقول ولي يلعهد مشعل ومير البلد نواف. نعم. ولا أحد يقول يضيع حقه ولا يخافي، هذا ولا حكومتنا على منهج الأسلاف، عسى الله يحفظهم ويغفر للأسلافي. أمين. عاد أريبهم ثلاث وبقولها ما خاف، وأنا في كلام الحق ماني بخوافي، يحبون عز الشعب والصدق والأنصاف، ويحبون فعل الخير في بين وخافي، ولا يكرهون الشعب لو سنين إعجاف، ولا يكرهون الشعب لو السنين إعجاف، ويحبون كل الشعب من كل الأطياف.
ونظراته قدام ما ينظرون اخلاف، والله عطه شعب له معدن صافي. سلامتكم. سلمك الله، صح لسانك، صح لسانك وكلام طيب يا ابو هاني. وهم يستاهلون. ابو مرزوق حياك الله، محمد الحيري. الله يحييك. حياك الله يا ابو محمد. شو يقول ابو مرزوق؟ والله ما اقول الا انت طبعا دائما ابو مرزوق يسالونا يقولون محمد البحيري نسمع قصائده ومن الشعراء القدامى، ولكن نسال هل هناك ديوان جديد لك او شيء؟ والله ما عندي، بالنسبه لي انا ما عندي ديوان سويت، انا عيالي يسوونه بعد ما يخلص ابو مرزوق. ماني مسوي بعد عمر طويل. على العموم الله يحييك يا ابو مرزوق ونسمع قصيدتك. الله يسلمك. قال الذي بهل المعرفة يقتدي من رافق الكامل يزيد من الكمال، ناخذ من الجزلات فيه نهتدي ونعرف الأسماء بالرجال وبالجمال، ما نتبع الكذبان واللي تهبدي بياعة الهرجة الرخيص بسوق قال، أخف من ريش على أرض جرهدي واروق من الثعلب ذهانة واحتيال، شعر كما سيل رعوده ترعدي وشعر يجيبه راس الارنب والريال، شعر كما سيل رعوده ترعدي وشعر يجيبه راس الارنب والريال، نسبح على سبع المعاني ونحدي وهرجم بلا معنى مثل صوت الجدال، خذها يا ابو حبلين من كف الندي تربيعة اليمنى وتثنيها الشمال، حنا اهل القالات والراي المدي ونعرف ميزان الخفاف من الثقال، لثارة الهيجة على الشر عدي نبطش على روس العدى سوى الوبال، على العدى سيف صقيل مهندي وعلى الصديق أحلى من المي الزلال، تبقى علامات الدلايل للجدي والله خلق تثبيت الأرض من الجبال، ما نسبق الأحداث والله نبتدي ضرباتنا بين القصير والطحال، يا شاعر في ظلمة الجهل غدي يميبها الشيطان ورموع الخيال، يا مستعير من الجهاز الأبجدي حنا على بدع المثايل والجزال، ومن لا عرف حجم الكواكب ينشدي وغرة شهر شعبان تعرف بالهلال، يا شمس طلي في سمانا واشهدي علم تنقل هالرجال مع الرجال. صح لسانك، صح بدنك. تقول الجدي ها؟ من لا عرف من لا عرف ايه من اللي عرف الجدي طبعا لازم نردها. اي لا انت تقول الجدي دائما تبقى علامات الدلائل للجدي والله خلق تثبيت الارض من صحيح. الجدي قبل كانوا يقتدون فيه الناس اللي اللي ضاع الواحد قال له الجدي يحط الجدي يسار هو اللي ثابت من جو تبتدي بهالبدو من اول. صح لسانك، الله يعطيك العافيه ابو مرزوق. الله يسلمك. نرجع مع فازع الرشيدي، حياك الله. تبقاك الله يا ابو محمد. الله يحييك، تفضل. شو يقول فاضل؟ نعم فضلك. يقول طال عمرك يلي تقولين البروق تلوح والدنيا ظلام وقلوب خلق الله من وصوفي تموت بغلها، لا تستبيحين الكتوم اللي عن الزلات شام اللي كبيرة الظروف اللي تعالى تذلها، البرق خدك والسعادة شوفتك والاحترام أنت مغنى في دقيقات العلوم وجلها، يا العيطم وسلفاتنا يا المترفة يم الثام يلي علومك لو تضايق خاطري ما ملها، يا المستقلة يا تباشير المحبة والسلام، يا كل ما بالكون يا زين الحياة ودل هند أنا تعديت الحدود ولا تجاوزت الحرام، أنا تعديت الحدود ولا تجاوزت الحرام، أبحرت فيك ولا ذكرت إلا الطروق أتلها، يا اللي بعين مولعك عديتي حدود النظام، أنتي ثمينة والثمينة ما حد يا صلها، يا فرحة أيامي وشف القلب يلغض المقام، يا ملهمتي الهجوس اللي تجي في حلها تغطرفي وانتي غلاتي كل يوم وكل عام، انتي بوجهي واستريحي بالعيون وظلها، الله لا يحرمني رضا قلبك نهاية الكلام، مدري ولكن كل غبات البحورة أدلها لا يردعك عن ما تبين السيف قصاص العظام، أنا بوجهها والحمولة الجائرات أشلها. سلامتكم. سلمك الله، صح لسانك. طبعا قصيدة جديدة. الله الله، والله ماني حافظها قاعد اقراها يا ابو. الله يعطيك العافية. يقولون ان الغزل فاكهة الشعر. ما يحتاج ما يحتاج. الله يعطيك مرزوق العافية. بعد استاذنا ويدري عن انت. صح لسانك، صح لسانك. الله يعطيكم العافية. ومشاهدينا الكرام مع هذه الفقرة.
نرجع مع ابو سعد سعود الردعان الهاجري، حياك الله يا ابو سعد. حياك الله يا ابو محمد، انت ما شاء الله عندك مخزون من الشعر. ما عليكم زود يا ابو. تفضل، شو يقول ابو سعد؟ اقول طال عمرك الحق ما يزعل زحول الرجاجيل. صحيح. وكل على ما قيل من دون حقه، وما دام لي حق عن الحق ما ميل مهما لقيت من التعب والمشقه. الرجل ودك حزه الضيق حل حيل، وبعض المواقف ما تعامل برقه، ولا نيب من يرضى على النفس تذليل، الذل مرضى منه مثقال بقه، ولا نيب من يركض ورا القول والقيل، ولا لي من اللي لخذ العلم بقه، ولا نيب من يركض ورا القول والقيل، ولا نيب من اللي لخذ العلم بقه، ولا التفت لحقوق غيري ولا عيل، والثوب نستر خملته ما نشقه، والراس راس ولا يعود على الذيل، والذيب ينهش بلح ما استرقه، والكدش ما تحسب لي عدة الخيل، ولا يجبر المسمار كود المدقة، والشمس نور ونورها يجلي الليل، والنار تبدأ بكل ما تستدقة، والجدي مرجع والعرب عشقه سهيل، والنوخذ يفهم بغبة ورقة، والجدي مرجع والعرب عشقه سهيل، والنوخذ يفهم بغبة ورقة، والكيف هيل ودلتين وفناجيل، وبن ونجن لا نظل بن دقة، ومن شبله من نور غيره قناديل، يستر على نفسه قبل لا تعقه، ومن صد من غيظه عساها تساهيل، نقضي ولا نتعب ورا كل نقه، يزعل وترضيها الليال المقابيل، وان كان بالحق حنا نحقه، يزعل وترضيها الليال المقابيل، وان كان بالحق حنا نحقه، ولا فنا ما جاه مني بهاذيل، وكان زعل من موقفي يستحقه، يشد حيله بالزعل كان بحيل، وفي طوفته لا ضاق راسه يطقه، مهمني لو فصل الهرج تفصيل، نجم على ما كل عين تحقه، أشرح على بعض الرجال المشاكيل، ما ميزت ما بين دق ما بين جله ودقه، ولا الخبول اللي ترد الاقاويل، الكل منه منته وسط رقه، يا جاهل ان كثرت عليك الغرابيل، من الشوايب ضيع الفكر نقه، اتعب على كسب الرجال الحلاحيل، ولا الردي له عرض الاكتاف لقه، وقت الرخه يعجبك بالحط والشيل، من السطر يرقص على كل دقة، يذبح ويصلخ في كلام وتضليل، وينهار لمن نشهب الوقت رقه، يذبح ويصلخ في كلام وتضليل، وينهار لمن نشهب الوقت رقه، الرجل ما يخدع بزيف وتمثيل، ولا يخاوى كل من كان عقه، عليك باللي يفهم العدل والميل، اللي حصل عن جور الأيام وقه، ينفعك لسكت عليك المحابيل، هذاك حطه فوق راسك ورقه. صح لسانك يا ابو سعد، الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. تقول مطقه عدل؟ نعم. تقول مسمار وكذا؟ ايوه، المسمار ما يجبر المسمار كود المدقه. طيب هذا في مثل عليها الظاهر. نعم. اللي يقول ايش حدك مسمار؟ قال المطرقه. صح. عدل هذا عليها مثل معروف. اي الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. سالم العتيبي، حياك الله. سالم سعد عدل. نعم. الله يحييك ويحيي مستمعينك. شو يقول سالم؟ تعودي بالذكرى سنين ماضيات، وأقول يا عزاه للماضي نحن، أحن للماضي وذيك المجريات، يوم أفتكر فيها وهن ما يرجع، لكن وش يرجع جميل الذكريات، يا ليت به للذكريات آلة زمن أتذكرك، وأقول يا ويشة سوات اللي الله على ذيك الليال اللي مضن أهواك، وانت عيونك عيون المهات، بسهومها الموت الحمر لا من رمن، في كالدلع في كالحلا سكر نبات، ما شافت عيوني جمالك والمحن، أنساك لا والله وأنا قيد الحياة، أجفاك لا والله يا غالي بثمن، إخلاص بن زيدون فيني وانتهات، ما عندك وبادل شعوري لا تمن. سلامتكم. سلمك الله، صح لسانك، الله يعطيك العافية. الحين خلونا باستراحة مع الألغاز. من عند الغز؟ ها سالم، عندك الغز؟ نسمع سالم. أنشد العراف عن بنت قبيحة، رزقها موثوق ياتي من وراها، حيث ما تتعب ودايم مستريحة، والعرب دايم تدمر من غثاها. ها أبو هاني، أنت ما شاء الله مراقب برنامجنا وشاعر الله يجزاك، بس مراقب الغاز بعد. ها ومقل بالالغاز، لكن شو يقول؟ عيد اللغز. عيد اللغز. أنشد العراف عن بنت قبيحة، رزقها موثوق ياتي من وراها، حيث ما تتعب ودايم مستريحة، والعرب دايم تدمر من غثاها. أنا حولها على طال عمرك عمي أبو مرزوق.
والله انا قابل كلامك لكن ما عندي حل الا الغاز. ابو سعيد اذا خلصتم اعلنتم ابدا انا ما عندي الحل. حجزك سم الرجال يعلمكم فيه ان شاء الله. شو يقول؟ شو اسمه اللغز؟ اللغز طال عمرك الحل. الحل طال عمرك الكاميرا اللي تصور الخطوط السريعه. اي نعم. ايه ساحر. نعم. عدل من عند اللغز بعد منكم؟ والله ما عندي. والله انا ما عندي لغز. ابو مرزوق عندك لغز؟ والله انا ما حليت هذا ولا اسوي له الغاز. ما تسوي له الغاز؟ لا. ابو سعد والله نفسه انا الغاز بعد ما اعرف. طبعا انا عندي لغز يقول انا عندي انا طال عمرك اللغز اللي اقوله اقول انشدك عن شيء قريب من اخوه. والكل منهم له وظيفه لحاله. الله اللي منهم على الضيق حدوه يفزع لاخوه فزعته كف معك. كف والله قدها عز الله قدها. ها مدام منك عندي رمعه. عندك رمعه؟ خلينا نسمع الربع وبعدين نرجع لك. والله رمعه ما هو التليفون والشحن. لا ابو مرزوق والله انا اقول ما اعرف اللغز ما عندي والله. ابو سعد سالم الله رد لكم مره ثانيه. يلا رد. يقول انشدك عن شيء قريب من اخوه. قريب من اخوه والكل منهم له وظيفه لحاله. الله اللي منهم على الضيق حدوه يفزع لاخوه فزعته كف. راس ماله. والله خلاص يقول كف. ارجعم عليك ابو هاني. ها والله انا برمى علي رمعه هي تخطي او تصيب. ايش يقول؟ ما هو دبل الدبل؟ الدبل فعلا هو دبل السياره لان الدبل واضح. الله وارد. اي نعم. وارد. الوارد واضح. نعم وارد. الله يعطيكم العافيه. ومشاهدينا الكرام مع هذه الفقره. وياك ما خذ لسنيني اكتم الاسرار عن كل حسدايا انصح اللي تبلغ لو تخصني ما شيء برضات من ذيك البدايا. ابو هاني حياك الله. بارك فيك. نسمع قصيده.
والله عندي قصيدة. أنت عاد ما شاء الله يقول خيال الطرفين، أنت شاعر ومراقب برنامج. هكذا الحياة، لازم الرجل يصير. يلا تفضل، شو يقول أبو هاني؟ فيها أبيات جديدة وهي مراحل العمر، بس لا أحد يهاوشني أو يقول ليه تقول الكلام هذا. لا كلنا مسؤول عن كلامي يا أبو هاني، تفضل. جديدة هي. إيه تفضل. يقول الرجل يحفظ تقاليده وعاداته. صحيح. والعيب لا ضيع الرجال لسلومه. وصاحب داره ولو تكثر خلافاته، ترى لا زعلك مرتاح في نومه. ولا تشمت الناس لو هي فيك شماته. الناس ما هي عن التجريح معصومه. وكل نتعلمك عن طبعه حركاته، مراحل العمر مهما كان محسومه. اول حياه البشر يا كثر شرهاته. وثاني حياه البشر يرضى مقسومه. وثالث حياه البشر راض على سواته. ورابع حياه البشر يا مكثر همومه. وخامس حياة البشر ما يقنع بذاته. وسادس حياة البشر يقل مفهومه. وسابع حياة البشر يقل حسناته. وثامن حياة البشر لو غلط لا تلومه. وتاسع حياة البشر لا تسمع وصاته. وعاشر حياة البشر لا تاخذ علومه. ومن بعدها بين حسناته وسيئاته يرد جاهل وراسه تنهى الدومه. سلامتك، راسه تنهى الدومه. صح لسانك، صح لسانك. ويقول يا ناس يا ولي من الموت ويلاه، وشون أنا بصبر وهم مكتفيني، أمه قعد في الدرب لأنني وطاه، ولا قعدت ولازم أنه يجيني. نعم. هل تكلم عن الكبر، عن مراحل العمر؟ أنا ما تكلمت عن الكبر، تكلمت على المراحل. العموم صح لسانك يا أبو هاني، الله يعطيك العافية. نرجع لأبو مرزوق البحيري، محمد البحيري، حياك الله يا أبو مرزوق. يا مرحبا، يا مرحبا. تفضل أبو مرزوق، شو يقول؟ لقطع كلامك بعد الثاني. يقول الشيب جاني ونجيته، ونفسي من الشيب مستحية، له على الرأس غطيته من البرصار باللحية. هذا المطلوب. الله يحييك، يعطيك العافية أبو. تفضل أبو مرزوق، شو يقول؟ صفى الجو ولا عكر الجو في ممشاي، فلصغي المكسوح انظر للتجانيبي، ليدق هاك يصدح وارتكز معناي، يا عيناك يا هاك صدح وين تنويبي، لدق هاك يصدح وارتكز معناي، يا عيناك يا هاك صدح وين تنويبي، وعرف الصديق لين وصيته وعرف عداي، ولا أقول كل الناس ربعي وصاحيبي، حرام علي مجالسك يا ضعيف الراي، ما دام الحياة وريح الأنفاس يا ذريبي، على ضفة التغيير مرساه عن مرساي، تشابه لسامي ما يعم لشانيبي، يجود الخلف ما يجوده ولي مغزاي، عن اللي يدور بالفواي العذريبي، وانا عنه بعد مخاوي النجم في مسراي، قصر وانقطع حبل الردي ما لحق طيبي، تعنزت عنه بمنهجي وامتطيت خطاي، على صوبكم يا منقذين المغاليبي، كما الشمس في وسط السماء والوفا مبداي، ولا البس لباسا غير لبسي وتاديبي، كما الشمس في وسط السماء والوفا مبداي، ولا البس لباسا غير لبسي وتاديبي، وعن المارد اللي ما يشرف طويت رشاي، على الحجة البيضة لويت المقاضيبي، ولاخذ كلام مروج الهرج رايح جاي، كثير الحلوف مصنف الناس بالغيبي، تبين هدفهم لي وانا حافظ مرماي، وعرف الهدف في ضربة الخصم وصيبي، يوم ان القذايف صوته مثل صوت الناي، وحمارا مذنب مثل روس المشاهيبي، هك الساعة اللي ترهز العازل الرهاي، وخفيف الضلوع يعانج الطير ويغيبي، عن الماقف اللي صار يا الناق دز الراي، يا كيف الخوي يترك بشوب اللواهيبي، الا يا هبايب وجدي ومقصدي ومناي، من الغرب هبي يا هبوب الدواليبي، تنحي بهم عن شوف عيني وعن ما طاي، من البعد والله قلعت الوقت للذيبي، ترى لحي تم تدري يا القاصد البداي، فلا خير فيها لو تدلت على الجيبي، عساهم من الدنيا مقاضيبهم عراي، ولا ناث ما تلقح ولا يمشي الصيبي، فلاني بعم من بالدعاوي ولي دعواي، وعرف الظهور الوادسفة والمحاديبي، ومد اليمين الكل نشمي وصاحب راي، وقدر هل المعروف وهل المواجيبي، ولاني بوحدي في زماني وفي دنياي، على الخط الأوسط مفرداتي وترتيبي، على صافي المعنى ولا جيب من مخباي، وليد التجارب ما يباله تجاريبي، تبين نجوم ويظهر السابق العداي، ولا يرى دلم غير حرش العراجيبي،
من الوقت وظروفه مع البايع الشراي، من الوقت وظروفه مع البايع الشراي، شرينا وبعنا يا قليل المكاسيب، درسنا الحروف المبهمة من فم القراي، وعرفنا وجيه الصادقة والكاذيبي. صح لسانك أبو مرزوق، يعطيك العافية. نرجع للفازع جبر الرشيدي، حياك الله. أبقاك الله. يقول: إن هم هم من شاردات الفكر بعماقي، خويت لين رقيهن على القمة، سريتهن في غياهي بدي جهاقي، الصعب له ثقيل أجيها وزمة، من هاجس بالضماير يحرق إحراقي، يجول واللي عطمة يخلف اليمة، يرسم سما عالمي فرقاه، واشتاقي وغيب وارجع ولم الشوق وذمه، اليطرالي ولي في المنزله راق، يسجل اقدام والجزل اتجه يمه، طول غيابه ولكن الغلا باقي، وشلون طول وندري همي يهمه، خل يخل المحاني كل ما واقي، عليه قلبي مهيم وناشف دمه، شلت الاقدار والصدمه ما تنطاقي، لا هو قريبي ولا عمي ولد عمه، عليه حبر القلم ينزف على اوراقي، يكتب نهايه شتات الفكر ولمه، يالله يلي عليك ومنك لو فاقي، تلطف بحال من الحرمان مسمى، سلامتك. سبحانه، صح لسانك، يعطيك العافية. صحة الدائم الجميع. مشاهدي الكرام، مع هذه الفقرة
نرجع لأبو سعد. حياك الله يا أبو سعد. أبقاك الله يا أبو محمد. سعود الردعان. نعم. تفضل. أقول نطيت رجم كل من ضاق نطه، رجم عليها ثار بعض المواطي. نطيت رجم كل من ضاق نطه، رجم عليها ثار بعض المواطي. ما سنه إلا للمعذب محطة، يا كثر ما تكشف براسه مغاطي. ما سنه إلا للمعذب محطة، يا كثر ما تكشف براسه مغاطي. قعدت أدور لي ملاذا وخطة، من ضيقت هي علتي وانحباطي. كل عليه من المقادير شطة، من وقتنا اللي زادنا بن حطاطي. يا حيف يا من طاع شوره وقطه، في عالم ما بين هافي وواطي. يا حيف يا من طاع شوره وقطه، في عالم ما بين هافي وواطي. عطوه علم لكن العلم غطه، ما طاع شور ولا منعه ارتباطي. ومشى بدرب ما رضينا بخطه، ليته هذاك اليوم مرخى رباطي. من يوم ما وقع عليها بخطه، ما عاد ينفع عقب هذا مناطي. من يوم ما وقع عليها بخطه، ما عاد ينفع عقب هذا مناطي. شرب الهماج وكب في القاع شطه، والنوخذه ضيع جميع الشواطي. شواطي صح لسانك. صح بذنك. قطه دائما القصائد القافيه الصعبه، القافيه الصعبه اكثر الشعراء ينتهجونها، كونها تجبر الشاعر على الشيء الجميل. اكيد. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. شو يقول سالم؟ سالم العتيبي. الله يحييك يا سالم. يبقيك. عندي اربع ابيات فالوالدين. إيه الوالدين لهم حق. نعم. إيه تفضل. يقول ألا يا رب عفوك يا كريم من رحمتك نعتاز، جوارحنا لوجهك لا دعينا بخوف من حازة. بجودك يا بخت من فاز، واللي طاع لأمرك فاز. بنهج الشرع والتبيان والقرآن وإعجازه، تشيل الأرض أوادم بين ينجز أو بدون إنجاز. يطيب اللي يبر بوالدينه فاز بإنجازه، إذا يكبر أحدهم شيله وبره بلا عكاز، وخله شايل العكاز لا من صرت عكازه. سلامتكم. صحيح. صحيح لسانك. جزاك الله خير. جزاك الله خير، وهذا شيء طيب. الوالدين لهم تقدير. الله يجزاك خير. احنا نبي نسألكم سؤال. عن يقال ان دائما يتداولونه، يقول لك المسحوب والهجيني، شو الفرق بين المسحوب والهجيني ابو هاني؟ الهجيني هجيني والمسحوب ما بينهن فرق واجد. شو الفرق؟ يقول وصخري، في ناس يقولون مسحوب وصخري وهجيني. الهلالي وصخري حسب ما يقولون. ها؟ والله ما جيدهن، لكن بينهن حرف يعني تقريبا. وصخري والهلالي. أما المسحوب ما هو قريب للهجيني. الهجيني يعني مثل ما تقول شيرته قصيرة ترى. قصيرة. الهجيني. والمسحوب لا. بحر طويل. أنا ذلولي أن الهجيني يا رجلي ها؟ اي هذا هجي. اي روحي وانا من عجلي. ها هذه من بحور الاندثر، هذا من النوع اللي اندثر. اي هو الهجيني دائما يغنون على الرباط، وانا اسهل شيء هو. ها اي شيرته قصيره يعني. اما المسحوب لا، بحر طويل. بحر طويل. ها حسب ما اظن ابو سعد بعد اضرب الامور هذه. طيب ليش دائما على الربابه يحبون الهجيني عن المسحوب عن بالعكس؟ لا يحبون المسحوب. يحبون المسحوب اهل الربابه يحبون المسحوب، لكن لا. الهجيني دائما يغنون اكثر. ليش؟ هذه بحور الشعر. الهجيني بحر. ولا تعدى على شعرنا بعد بحيث. هذا راي للجميع يعني، واحنا قاعدين نسال يعني للجميع. ما هو الهجيني بحر والمسحوب بحر. صح. نعم. والبحر الطويل بحر. نعم. يعني هذه كل لها وزنيه، ولها مسحوب يدخل بالبحر الطويل. اي لا اللي انا سمعته ان المسحوب والهجيني دائما تلقى فلان يقول مسحوب، يا اخوي هذه ما هي مسحوب، هجيني. يعرف اللي يعرف البحر الطويل. البحر الطويل وهذه هجيني، والحد يقول يوم تقول الرباب بحر طويل، والهلالي بحر طويل، والصخري بحر طويل تقريبا، هذول يدخلون بالبحور الطويله. لا انا قصدي لا انا قصدي يعني ايش معنى اهل الربابه يحبون الهجيني اكثر؟ الهجيني ولا المسحوب؟ الهجيني. لا يحبون المسحوب. المسحوب المسحوب هو اللي يحب على الربابه. ايه كان هو يقول لك انا اللي ما اعرف المسحوب ما اعرف الا الربابه. لكن احنا نبي نسال ليش دائما يحبون الهجيني؟ الهجيني اخف.
يصير على السيارة ويصير على الذلول ويصير على الفرس ويصير على والتمشي الهجيني. كل يعني يقدر يستخدم. قصدك أنه أخف. الهجيني يسموه هجيني على 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 البل. الهجر. يعني أسوة بالهجن عدل. غنونا على البل. ولو إن خويك تمشي أنت وياه تقدرون تشيلون الهجيني اثنين ثلاثة. هذا المتوصل. لكن متوصل له لأنها يعني أنها خفيفة. خفيف يقدر خويك يجاوبك معه. وأنتم ماشيين رجلية ولا حاجة. شو يقول؟ والله أقول الهجيني أكثر ما يميلون له ويحبونه اللي هم أهل الشمال. هم الديرة هذه ونجد يحبون المسحوب. اللي ماشي عندهم المسحوب. لكن الهجيني إذا أنت تسأل عنه هو على الهجن. بس يقول السحوب مسحوب جنوبي مسحوب. لا لا الجنوبي والديرة هذه يحبون المسحوب. على الشمال الهجيني، لكن الهجيني بالأصل على ما قال أبو سعد على الهجن، وعلى ما قال أبو هاني يدونه وهم يمشون خفيف. على العموم الله يعطيكم العافية على هذا التوضيح. طبعا حنتم ما قصرتم في القصيد وجزاكم الله خير على الكلام الطيب. ونرجع مع أبو سعد. نعم طبعا. نبي من قصيدة غزلية تكون ختام برنامجنا. أبشر. تفضل أبو سعد. أقول الله من نفس تزايد حنينها للعشر هلي مقفيات سنينها، نفس على مر المفارق عسفتها، خوفي عليها من الغلا لا يهينها، نهيتها ما فاد فيها ولا انتهت، نفس طواها الياس ربي يعينها. نهيتها ما فاد فيها ولا انتهت، نفس طواها الياس ربي يعينها. لا قلت يا نفسي عن النوح هودي، نصيحة مني فلا ترتجينها، برق انت عدتنا مزونه وحدرت لعاد ترجينا المطر من رزينها. حسيت بإحساس غريب يشدني من غير لدري تنتحب من ونينها، ولو قلت أطاوعها وحقق مرامها اللي تبيها النفس ويني ووينها. راحت كما حلم صحى منه صاحبه، أقفت وحال الياس بيني وبينها، وقبل 8 سنين جتني علومها قالوا تلاعب في يديها جنينها. راحت ولا تدري عن الروح عقبها، كم راس ضلع بي حتبه كنينها، فيضت في عالي روابيه عبرتي وبسيتها يوم انهم غاصبينها، ويبكي صخيف القلب لا شاف حالتي وعين بكت بفراقها عاذرينها. يبكي صخيف القلب لا شاف حالتي وعين بكت بفراقها عاذرينها. جتني وراحت ما استغليت حبها، محشمه من كل عن كل شيء يشينها، ايام عشناها فلا عاد تنسى، تبقى على مر الزمن ذاكرينها. كنا نحسبنا مع الوقت نجتمع واذكر امور بيننا خابرينها، كنا نتمازح كيف وشلون نلتقي وشلون لمست يديني يدينها، تغضي وتضحك وتغضي في عيون كمدجه، سن السحر يوخذ من اهداب عينها. راحت ليالينا كما الليل لانجلى، واحلام وامال لنا راسمينها، راحت رماد بعثره عاتي الهوى والنفس عيلا يهود حنينها. حنينها صح لسانك يا سعيد. صح لسانك. يعطيك العافية. قديمة القصيدة هذه. أي أيوة والله قديمة. بس ذهب. ها؟ ذهب. تكتب مميز ذهب. من الماضي دائما القصيدة القديمة. لها رونقها الخاص. الحين نعود إلى الأبيات المختارة ونبدأ مع فازق الرشيدي. تفضل. جيت مثل السحاب اللي يشيل المطر، ورحت مثل الأمانة في يدين السفيه، القلب مغليك من حر الفراق، انفطر يرفع الصوت ويلوح لطيفك يديه حد حيله بقايا ذكريات وعطر ودفتر ان كان يكتب حب مغلي فيه. سلامتك. يعطيك العافيه صحة لسانك. ابو هاني تفضل. والله يقول اثر القصيد يموت في مدح الانذال، ولا عادله في مدح الانذال قيمه، والمدح اللي ما اخترت لي على البال، عاشت يتيمة ثم ماتت عقيمة. عقيمة صح السلام. يعطيك العافية. أبو مرزوق. لولا الرقاب المزبلات المدابير، رحمتك يلي من تضايق يسالك، لا رحت مثل اللي وطتها جنازير، وامسيت في جو من البعد هالك. أبو سعد الرجعان. أقول لا تضايق من اللي صار واللي يصير، كل شيء مقدر واقتنع بالحياة، ولا تغبط الوزير ولا تغبط المدير، اغبط اللي حفظ دينه وعاند هواه. صحيح. سلام. صحيح. سلام. سالم. عندي 5 أبيات سريعة بخصر. احنا طال عمرك نبي بيتين. من نبي بيتين من 5 أبيات. تفضل. كسب الحلال خير من كسب الحرام. صحيح.
مال الحرام يزول ما فيه بركة، لو عشت قل الحال ميسور المقامة خير من كسب يودي التهلكة. صحيح. السلام. الله يعطيك العافية، يعطيكم العافية على هذا التوضيح وعلى قصائدكم وعلى مشاركتكم معنا في هذه الحلقة. مشاهدين الكرام، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمشاهدة، ونلتقي معكم إن شاء الله في حلقة قادمة. حتى يحين ذلك الموعد، لكم مني أطيب الأوقات وأسعدها، ومع السلامة.